متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع في الأردن، والتي نبدأها بيوم الأحد المتوقع أن تتأثر به المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي قد تجلب معها بعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة. طبيعة هذه الزخات أنها تكون عشوائية الطابع، ربما تطال بعض المدن الرئيسية بما فيها العاصمة عمان ومدن جنوب غرب المملكة. وطبيعة هذه الأمطار أنها قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة ولمدة وجيزة، بالرغم من ذلك يخشى أحيانا من تشكل السيول وجريان الأودية سيما في المناطق الشرقية من المملكة، التي من المتوقع أن تكون الأكثر تأثرا بهذه الأحوال الجوية. درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا 25-27 في المناطق الوسطى بما فيها العاصمة عمان، تقريبا 27 درجة مئوية في المناطق الشمالية وإربد، 24-26 في جبال جنوب غرب المملكة، 29-30 درجة مئوية في البادية الجنوبية ومعان، وفي خليج العقبة تتراوح ما بين 37-39 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى بمشيئة الله تعالى. غدا يوم الاثنين يتوقع أن يطرأ انخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة سيما المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتراجع في درجات الحرارة، والأجواء بشكل عام يوم الاثنين تكون بها درجات حرارة دون المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من يعني العام. الأجواء تكون غالبا مشمسة ومستقرة، وينتهي تأثير حالات عدم الاستقرار الجوي، لكن تظهر بعض السحب والغيوم سيما في المناطق الشمالية والمرتفعات الوسطى من الغيوم والسحب المنخفضة خاصة في ساعات الصباح. تكون في العقبة تقريبا 34 درجة مئوية، تكون في البادية الجنوبية 29، تنخفض في جبال الشراء إلى 23 درجة مئوية، تكون حوالي 25 درجة مئوية في المناطق الوسطى بما فيها أجزاء من العاصمة، 28 في إربد، تكون حوالي 31 درجة مئوية في المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة بالارتفاع، أجواء مستقرة صيفية عادية في أغلب المناطق وغالبا مشمسة في معظم الأوقات، تنشط قليلا سرعة الرياح في ساعات ما بعد الظهر كما تلاحظون، درجات الحرارة تعاود الارتفاع في أغلب ومختلف مناطق المملكة. يوم الأربعاء يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتتجاوز معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. يتحول الطقس يوم الأربعاء ليصبح يعني حارا نسبيا نستطيع أن نقول في ساعات النهار، ويكون حارا بشكل لافت في مناطق الغوار والبحر الميت وحتى في خليج العقبة كما تلاحظون، 41 درجة متوقعة في العقبة، 33 في العاصمة ومناطق الوسطى، ربما ترتفع إلى 36 في إربد، تكون لطيفة الأجواء في جبال الشراء 30 درجة مئوية، 33 في البادية الجنوبية، وتكون حوالي 36 درجة مئوية في البادية الشرقية بمشيئة الله تعالى. لكن انخفاض ملموس على درجات الحرارة متوقع مع نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، تعاود درجات الحرارة بالانخفاض الكبير كما تلاحظون، فروقات كبيرة في درجات الحرارة يوم الخميس عن يوم الأربعاء، 24 في الوسط، 26 في الشمال، 23 في جبال الشراء، 34 درجة مئوية في العقبة أو 33، 28 في البادية الجنوبية، وتكون حوالي 35. المنطقة الشرقية الوحيدة التي لن تهبط بها درجات الحرارة بسرعة يوم الخميس إنما اليوم الجمعة، ولكن بشكل عام تظهر كميات من السحب والغيوم المنخفضة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، حتى أن يوم الجمعة لا يوجد تغيير كبير على الأجواء، تبقى درجات حرارة دون المعدلات بشكل لافت ويعني أقل من ما هو معتاد عليه لأواسط شهر حزيران. تظهر كميات من السحب والغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى وحتى المرتفعات الجبلية الجنوبية، وتنخفض حتى درجات حرارة في المناطق الشرقية كما تحدثنا، تكون تقريبا درجات حرارة 25-24 في المناطق الوسطى، 26 في الشمال، 22 درجة مئوية في جبال الشراء، يعني الأجواء ربما نقول أنها مائلة للبرودة في ساعات المساء في جبال الشراء. البادية الجنوبية 27 درجة مئوية، وفي خليج العقبة تكون حوالي 33 درجة مئوية. طبعا دائما نذكركم بأن طول الفترات الزمنية يقلل أحيانا من دقة التنبؤات الجوية، لكنها تؤخذ بشكل مجمل. للمزيد من التفاصيل يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني يعني يعطيكم آخر التوقعات الجوية أولا بأول. أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا أينما كنتم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.